في رمضان نقول لك شحال وليدي هذه كي ما تصرفش بالقليل عندك هذيك 300,000 ماكسيموم. انا راني دوكا في شهر رمضان راني في واحد 3 ملايين مصروف، ها على بالك واش لازم ونشها ولازم تشري هذه تشري هذه تشري هذه. جوز على بالك ها نوض نخدم شغلي على بالك في الفطار، ومن بعد كي نكمل نروح لهاك تشوف رانا نجي من القضيان، ومن بعد ندخل الكوزينه ولادي يعاونوني شويه يعاونوني في الكوزينه نتعاونوا، هذا كل واحد واش يدير، واحد يدير شلاضه واحد يدير الشربه واحد يدير البوراك على بالك يشها، والدراري يشها وكل واحد واش يحب يدير، واحد يشريها القلب اللوز واحد يشري زلابيه واحد، ونفوتوا النهار واحد يدير شلاضه واحد يشوي الفلفل، وحنا نجوزنا النهار ويا بصحة اللي صاموا. ها ورمضان ها وجاز كي الريح العام هذا جاز يجري رمضان، واللي كان اللي عنده كما قلت انت كل واحد ومقدوره المقدور تاعه، ولكن احنا ربي قدرنا انا جوزنا رمضان. بصح المصروف يا وليدي المصروف غالي، رانا ناني في 3 ملايين ما نقول لك الحقيقه. يعاونوك ولادك في لا لا يعاونوني يعاونوني كما جوش يعاونوني، لو كان انا اكثر واحد 10 ملايين ولا 12 مليون ما تقدرش وحدك، لازم تكون فيها المعاونه. تبدل الزمان الحال تبدل يا حسره، تجيب رمضان تاع بكري وتاع دركا، ودركا شوف كيف عندنا ما نحسولوش، رمضان جاز كي والو كي شغل رقدنا وفطنا. بكري كانت واحد الملمه، كانت الملمه وكان الغاشي ورمضان وكانت العرضات كانت الحطات السهرات. دركا خويا ما كان لا عرضه لا بنه، ما كان حتى البنه تاع يعني باش نقول لك الحقيقه بنه رمضان وما كانش كيما بكري، كلش يجي صامت غير البقلاوه اللحم اللي راهو راك تشوفو ولا صامت ما نكذبش عليك. ونقول لكم واش نقول للشعب الجزائري، نقول له صحه عيدو يا سعد اللي صامو، ورمضان ها وراح ويروح ويجي، وان شاء الله يحن القلوب، ونتمنى للشعب الجزائري كمان ان شاء الله عيدهم سعيد وعيدهم مبارك ويدخل عليهم بالخير والبركه، وكيروح يدي خيره معاه. والله ما نكذب عليك هاني بديت كما قلنا هذيك الحلوه تاع الطابع، وانا حسره على غريبيه تاع زمان تاع بكري، والله ما ناكلش دوك الحلالويات وليدي ديجا هي ما عندها حتى بنا، لا نزيد نحوس الغريبيه. صحه عيدكم وليدي، هذا واش نقول لكم. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. ديرتول تتمنى لكم رمضان كريم. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.